السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم 60 دقيقة. النهاردة 60 دقيقة عن أهم وزارات مصر. 60 دقيقة هنتكلم فيها عن مواضيع عدة، أهمهم إحنا هنتكلم عن وزارة المالية. أولا إحنا بنعتذر لأن إحنا كان معانا ضيف مهم جدا جدا جدا، بس للظروف اللي حاصلة في البلد، الكورونا وانتشار مرض الكورونا في مصر، ان شاء الله ربنا يشيل عننا الغمه ديت باذن الله. فاحنا يعني في بعض اللقاءات يعني اجلناها، وفي بعض اللقاءات هنعملها مداخلات تليفونيه، فبنعتذر لحضراتكم جدا. في بدايه البرنامج عايز اقول لحضراتكم يعني رساله بسيطه. احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على اولادنا. يعني انا شفت بعض الاماكن الناس فيها يعني ما فيش التزام نهائي. فيا جماعة الموضوع كبير والأعداد عمالة تزيد، والنهاردة رئيس الوزراء طلع قال إن إحنا مش عايزين نضطر إن إحنا نلغي أو نقفل البلد تماما. كلنا قعدنا نعاني معاناة غير طبيعية في بداية السنة ديت لما اتقفلت البلد تماما، وكله قاعد يقول لأ حال البلد وقف. إحنا مش عايزين نوصل نفسنا لمرحلة إن حال البلد يقف على الجميع، فبعد إذنكم ممكن نلتزم شوية. بلاش سلام، بلاش اللي يسلم على حد ويبوسه. الموضوع كبير أكبر مما نتخيل، فبعد إذنكم كل واحد يحرص على نفسه، وخلي ولادك يلتزموا. إن إحنا النهاردة طول ما أنت محافظ على نفسك ومحافظ على ولادك، المرض يعني هيقل على قد ما نقدر. حتى لو طلع لقاح لكورونا، ما هو موضوع اللقاح ده يا جماعة مش هينزل لمصر كلها مرة واحدة. والنهاردة لما نكون محافظين على نفسينا وعدد الأعداد اليومية اللي موجودة بتبقى قليلة، اللقاح لو نزل ليهم أولا وهم اتعالجوا وبعد كده الناس التانية خدت اللقاح، هيبقى الموضوع بسيط. لكن لما ينزل اللقاح وإحنا موجود معانا مشاكل وأعداد كبيرة، دي هتبقى مشكلة. دلوقتي إحنا معانا مداخلة تليفونية من دكتور حمدي حسني، مساعد أول وزير المالية لقطاع وحدة التحصيل الإلكتروني والتحول الرقمي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، بس اسمح لي دكتور حمدي. أيوة يا فندم، حضرتك سامعني؟ ألو دكتور حمدي؟ ألو أيوة يا فندم سامعني. أنا سامعك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اسمح لي بس يعني تعديل بسيط جدا. أنا المتحدث الرسمي للدفع والتحصيل، مش مساعد وزير المالية. تمام، اهلا بيك، شرفتنا يا فندم. انا احب ااكد على يعني حديثك، واذكر نفسي واذكر الساده المشاهدين بان احنا فعلا يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. احنا فتره صعبه، والمفروض ده يبقى زي ما بيقولوا لايف ستايل او اسلوب حياه نتعود عليه خلال الفتره اللي احنا فيها دي، ونتقبله ونحرص عليه. بضم صوتي لصوت حضرتك برضو، لسه كنت بتكلم عن الموضوع دوت، ان احنا محتاجين ده من كل الجهات في الدولة، ان الناس تساعد الحكومة على ان هي ما تقفلش الدولة او ما تقفلش البلد، او تضطر الاجراءات اختناق، تعمل اختناق للاقتصاد في مصر. مظبوط يا فندم. كنا عايزين نعرف من حضرتك، عايزين نعرف القطاع التحصيل الالكتروني والتحول الرقمي كان ليه دور كبير جدا في ظل أزمة كورونا. كنا عايزين نعرف حضرتك تفاصيل اكتر عنه. هو بوجه عام استخدام الوسائل الالكترونيه في الدفع والتحصيل الالكتروني هو بيوفر درجه اعلى من الامان للساده المواطنين او مستخدمي تلك الوسائل. خليني ادي فكره كده سريعه عن منظومه التحصيل الالكتروني اللي اطلقتها وزاره الماليه في 1/5/2019. كان من اهم الاولويات اللي احنا مركزين عليها ان احنا نقدم للمواطن وسيله اسهل واسرع وامن في اداء معاملته الماليه. وهنا الامان ما بيتركزش فقط على ان فلوس المواطن اصبحت يعني اقل عرضه للضياع او للفقد او ما الى ذلك باستخدام الوسائل الالكترونيه اللي منها البطاقات الالكترونيه، لان زي ما احنا عارفين البطاقه الالكترونيه هي بطاقه محميه برقم سري، فحتى لو المواطن فقدها ففلوسه تعتبر في امان، يقدر يسلم البنك بتاعه ويوقف التعامل بالكارت، وبطبيعه الحال اللي هيحصل على الكارت ما يعرفش الرقم السري، فهي وسيله امنه لاداء المعامله الماليه. انما اللي نحب نركز عليه النهارده في ظل جائحه كورونا
ان احنا اطلقنا خدمه السداد باستخدام الكيو ار كود. والكيو ار كود ده وسيله لا تلامسيه، بيقدر المواطن يستخدمها من خلال انه بيحصل على محفظه ذكيه من خلال البنوك المصدره ليها او من خلال شركات المحمول اللي بتصدر مثل هذه المحافظ، ومن خلال ابلكيشن بيحمله على الموبايل بتاعه يقدر يؤدي المعامله الماليه بطريقه لا تلامسيه، وبالتالي فهي طريقه امنه في ضمن جائحه كورونا والوضع الصحي والاجراءات الاحترازيه اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. بالاضافه لان الوسائل الالكترونيه في سداد المعاملات الماليه قدرنا من خلالها نوفر 25% من تكلفه اصدار العملات، لان احنا بالتالي قللنا تداول العملات بقدر كبير جدا واستخدمنا بدلها الوسائل الالكترونيه، بالاضافه لان احنا قللنا زمن اداء المعامله الماليه بنسبه 50%، فبالتالي ده قلل من التكدس، قلل من الطوابير، ساعد على ان احنا نقلل كثافه الناس في طوابير الخزن وما الى ذلك، وطبعا ده شيء اساسي احنا محتاجينه خلال الفتره اللي احنا فيها دي. تمام يا فندم، كنا عايزين نستغل وجود حضرتك معانا وعايزين نعرف انجازات القطاع في 2020 والمعوقات اللي قابلته ايه، وهل هنجتاز ده في 2021 او ايه التطورات الاكتر اللي هتحصل فيه؟ خليني زي ما انا ذكرت ليك دلوقتي، احنا الدوله بتتبنى سياسه التحول الرقمي والوصول الى مجتمع قليل الاعتماد على النقد. ده الهدف الاساسي اللي احنا بنسعى لتحقيقه في الدوله المصريه، اللي وزاره الماليه يعني جزء وعامل وعامل رئيسي في تحقيقه، وبالتالي احنا مركزين ان احنا نصل الى مجتمع قليل الاعتماد على النقد، نقلل استخدامنا للنقديه والكاش ونعتمد على الوسائل الالكترونيه. ويمكن من اهم الاحداث اللي حصلت خلال سنه 2020 وكانت دفعه قويه في هذا الاتجاه هو اصدار اللائحه التنفيذيه لقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي اللي اعدتها وزاره الماليه. وخليني بشكل سريع كده يعني اوضح للساده المشاهدين ان قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي هو اول تنظيم تشريعي بينظم وبيلزم المجتمع باثره سواء القطاع العام او الخاص باستخدام الوسائل الدفع غير النقدي في المعاملات الماليه. هذه اللائحه التنفيذيه وهذا القانون ادى فتره، هو صدر في اللائحه التنفيذيه صدرت في 7/9/2020 وادى الجهات المخاطبه باحكام هذا القانون 6 شهور لتوفيق الاوضاع تنتهي في 7/3/2021. فبالتالي هذا القانون واحكامه ولائحته التنفيذيه هتصبح محل التزام تام وكامل اعتبارا من 7/3/2021 بعد انتهاء فتره ال6 شهور الممنوحه لتوفيق الاوضاع. وهذا القانون زي ما قلت لحضرتك ولائحته التنفيذيه هو بينظم وبيلزم المجتمع باسره وليست الجهات الحكوميه فقط بالتحول لاستخدام وسائل الدفع غير النقدي في معاملاتها الماليه. وهذا القانون راعى عنصر اساسي جدا وهو عنصر الانتقال لمجتمع قليل الاعتماد على النقد يعتمد على الوسائل التكنولوجيه في السداد ولكن بشكل متدرج. دي نقله عظيمه لدولتنا، نقله عظيمه في الوصول لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بنأمل ان شاء الله ان احنا نجني ثمارها بشكل كامل في 2021. يعني حضرتك معنى كلام حضرتك ان احنا هنوصل لمرحله من المراحل ان احنا مفيش اي تعاملات نقديه جوه المحلات، جوه المولات، جوه السوبر ماركت، جوه اي حاجه، هتبقى كلها معاملات غير نقديه. بالظبط كده، وباكد حرص الدوله على ان هذا الانتقال يتم بشكل تدريجي، بشكل متدرج، ليس بشكل مفاجئ. احنا مش محتاجين او بنحاول نتجنب حدوث هزه مفاجئه في معاملاتنا الماليه يصعب التاقلم معاها، ولكن يهمنا لان المواطن شريك معانا اساسي نتدرج في الوصول لهذا الهدف على مراحل. سؤال يا فندم، واحنا الخطه الموضوعه سنه كام هنوصل لمرحله ان احنا في مصر مفيش تعاملات نقديه نهائي؟ خلي بالك هذا التحول هو تحول مرن، يعني بيهدف الى يعني التعاطي مع تجاوب المواطنين والمجتمع ومؤسسات العامله في الدوله بشكل سريع. على سبيل المثال
سداد مقابل سداد المستحقات الحكوميه مقابل الخدمات اللي بيحصل عليها المواطن من الجهات الحكوميه فوق ال 500 جنيه الزام بيتم السداد بالوسائل الالكترونيه. تحت ال 500 جنيه هناك اتاحه للسداد بالوسائل الالكترونيه او بالوسائل النقديه او بالكاش، تمام؟ هذا الحد هو محل نظر من قبل وزاره الماليه، تمام؟ وفقا لمعطيات الامور ووفقا لتجاوب الساده المواطنين ووفقا للاستجابه وتحقيق تقدم في استخدام الوسائل الالكترونيه هيتم النظر في النزول بهذا الحد ليكون الالزام بدايه من ال 100 جنيه وبدايه من ال 50 جنيه لحد ما نصل الى الجنيه في اقرب وقت بناء على تقدم التطبيق على الارض. يعني احنا هنبداها بس بالمصالح الحكوميه تقريبا، يعني مثلا حاجه زي المرور. المصالح الحكوميه يا فندم بدات، المصالح انا عارف ان هي بادئه، ان هو في حد اقصى اللي هو ال 500 جنيه، يعني قصدي ان احنا ننزل بالتدرج دوت في بدايه 2021 لحد ما نوصل ان هو هيبقى ما فيش تعاملات نقديه تماما، يعني مش هنوصل لمرحله ان انا اروح مصلحه حكوميه اضطر اقف على الخزنه بالثلاث ساعات علشان خاطر عايز اتعامل نقدي، احط الحاجه واخد ايصال بعد كده ارجع على الشباك تاني. ده الهدف يا فندم اللي كلنا بنسعى ان احنا نحققه، وان شاء الله نصل الى هذا الهدف قريبا. زي ما وضحت لحضرتك احنا بنتدرج في التطبيق. القانون الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ابتدى يمتد الزامه لمؤسسات القطاع الخاص بشكل متدرج من خلال تحديد بعض المجالات وبعض الفئات او الحد الاقصى للاستخدام النقدي في هذه الجهات. فاحنا ان شاء الله رايحين لهذا الهدف بشكل متدرج وبشكل مرن، وان شاء الله نصل اليه في اسرع وقت. نهايه معلش يا دكتور، كنا عايزين نقول لحضرتك الناس تقدر تساعد في ايه؟ ان الموضوع ده ان احنا يعني مثلا بدل ما ناخده في وقت مثلا سنتين يبقى الموضوع اقل، هل الناس نفسها عليها عامل ان هي تقدر تساعد الوزاره في انجاز الموضوع دوت؟ بالتاكيد المعاملات الماليه في المجتمع هي لها طرفين. لو اتكلمت يعني على جانب الحكومه ففي جهات حكوميه بتقدم خدمات للمواطنين وفي مواطن بيحصل على هذه الخدمه ويقوم بسداد مقابل الحصول على هذه الخدمه للجهه الاداريه. عشان كده وعشان احنا ابتدينا التطبيق من 1/5/2019 منظومه التنظيم التحصيل الالكتروني الحكومي اصبحت قاطره تقود المجتمع نحو تغيير ثقافته. خلي بالك المواطن اللي بينزل يروح لجهه حكوميه ويبقى الزام عليه ان هو يجيب كارت ويسدد بالبطاقه الالكترونيه وبيجرب اداء المعامله بهذا الكارت وبيلمس انها وسيله امنه وسهله وسريعه بيستخدمه 10 مرات في حياته اليوميه وبيعتمد عليه في معاملاته الماليه الحياتيه بشكل دائم. عشان كده احنا واثقين ان استجابه المواطنين بكافه فئات المجتمع هتكون سريعه جدا ونقدر نحقق تقدم في الانتقال للمعاملات الماليه غير النقديه بشكل عاجل وسريع. بنشكر حضرتك دكتور حمدي، شكرا جزيلا يا فندم. رجعنا لحضراتكم نتكلم عن موضوع الكورونا. اللي اتكلم اول حاجه اتكلم فيها دكتور حمدي هو برضو الموضوع بتاع الاجراءات الاحترازيه. النهارده انا بشوف اطفال يا جماعه، هو الاطفال ما بتتاثرش، فحضرتك سايب طفلك النهارده بيتعامل بينزل بيلعب بيروح، يعني انا شفت اما تنزل النهارده مول احنا بنشوف كميه اطفال قاعدين مع بعض لسه بيلعبوا في ملاهي لحد النهارده. فالنهارده حضرتك هو بيبقى ناقل للفيروس من غير ما حضرتك تحس، هو ما بيضرش نفسه قد ما بيضر حضرتك. حضرتك ممكن يكون في شخص كبير في البيت مناعته ضعيفه، ممكن الطفل نفسه تكون مناعته مش قويه، يكون عنده مشكله في الصدر، فده بيسبب له ازمه كبيره جدا. فبعد اذن حضراتكم موضوع الاجراءات ما تستهونش بيها، لان الموضوع يا جماعه كل يوم احنا بنسمع ارقام بتزيد بالمئات، يعني بالمئات. النهارده بنشوف ارقام من 700 ل 850، بقينا بدانا نقترب من رقم 1000 تاني. فاحنا يعني رجاء ان احنا نحافظ على نفسنا ونشوف الاجراءات اللي جايه ايه علشان خاطر ما نجيش في وقت ونندم. نروح لدكتور نيفين منصور، مستشار نائب وزير الماليه والمتحدث الرسمي عن ملفات الصادرات والمصدرين والمبادرات الرئاسيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك.
كنا عايزين يا فندم نعرف من حضرتك ان احنا ازمه كورونا اثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وبالتاكيد اثرت على مصر بشكل خاص. كنا عايزين نعرف ايه الخسائر اللي سببتها ازمه كورونا، وهل احنا تعدينا دوت، هل ليها لسه عامل سلبي لسه موجود من الازمه الاولانيه، وايه وضع الازمه اللي جايه؟ طيب، هو حضرتك مصر طبعا من الاقتصاديات اللي اتأثرت زي اقتصاديات بلاد العالم كلها، ولكن احنا بناء على الاصلاح الاقتصادي، برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي مصر ابتديته من كام سنه، قدرنا ان احنا نستوعب الصدمه دي وتكون مخففه جدا مقارنه بالدول الاخرى. ومصر تعتبر من اول البلاد او على راس البلاد اللي حققت نمو ومعدلات نمو خلال العام الماضي، على رغم التاثير السلبي بتاع فيروس كورونا على الاقتصادات العالميه ومنها طبعا الاقتصاد المصري. ومن المتوقع، وده يعني بشهاده المؤسسات الاجنبيه، انه من المتوقع ان احنا نفضل محافظين على معدلات نمو ايجابيه في السنه اللي جايه والسنه اللي بعدها، رغم ان محقق بالنسبه لدول كثيره جدا. تمام يا فندم، كنا عايزين نعرف الأزمة اللي جاية، هل احنا مستعدين لده؟ هل في إجراءات لحد الدولة واخداها للحفاظ على الاقتصاد، ان احنا نستمر ان احنا نعدي المرحلة دي زي ما عديناها قبل كده؟ زي ما قلت لحضرتك، دي حاجات بتبقى يعني شغل سنين بيبتدي يبان وقت الأزمات. فزي عايزين للسنة اللي فاتت. ممكن حضرتك بس تطلعي في مكان فيه شبكة، معلش. ألو، حضرتك ممكن تطلعي في مكان فيه شبكة بعد إذنك؟ أنا سامعك كويس. تمام، سامعين حضرتك يا فندم، كمل. بقول لحضرتك، إحنا يعني في إجراءات كتيرة كمان بتتعمل داخليا علشان نقدر إن إحنا برضه نستوعب أي يكون تأثير سلبي على الاقتصاد المصري من فيروس كورونا. زي ما حضرتك اللقاء، انه ملف الصادرات، ملف ده ملف الشبكه يا فندم، على حضرتك عليه تمام من الاول، وكانت بنحاول ان احنا نرجع للمصدرين الادخارات اللي على الدوله ليهم بقالها سنين، بنحاول ان احنا نوجد اليات ومبادرات ان احنا نقدر نرجع للشركات المصدره هذه المستحقات. طب المستحقات دي تفرق ايه مع الشركات؟ اقتصاد تفرق فلوس الشركات دي ورجع لها مستحقات كانت متاخره، تقدر ان هي تحتفظ بالعماله، تقدر ان هي تحط الفلوس دي في مثلا انتاج جديد، خطوط انتاج جديده، توسعات جديده. الفلوس دي انا برجع ادورها تاني في الاقتصاد انها تساعد معايا برضو مجالات النمو وهكذا. ففي افكار كتير وفي مبادرات كتير وفي يعني مجالات كتير الحكومه شغاله عليها لتخفيف الاثار على الاقتصاد. بما ان حضرتك بتتكلمين على المبادرات، فكنا عايزين نعرف حضرتك المبادرات الرئاسيه 2020، كنا عايزين حضرتك تكلمينا عنها، هل المبادرات دي هتستمر ل 2021، وفي مبادرات جديده في 2021 او لا؟ المبادرات في الملف بتاع الصادرات في اكتوبر 2019 ابتدينا بخمس مبادرات اللي احنا نقدر من خلالهم ان احنا نرجع للشركات المصدره المستحقات بتاعتهم اللي كانت متاخره على من جانب صندوق تنميه الصادرات، وده كان بالتعاون طبعا مع وزاره التجاره والصناعه. وقدرنا فعلا في خلال عام من اول اكتوبر 2019 لحد اكتوبر 2020 ان احنا نرجع حوالي 8 مليار جنيه للشركات المصدره. في التعديلات بعد انتشار فيروس كورونا على اساس نقدر ان احنا برضه اللي حصل في الاقتصاد، ومنهم مثلا ان كنا صغار المصدرين بنعتبرهم حد اللي دي اي حد مليون جنيه بنعتبره صغار مصدرين. زودنا المليون دي بقت خمسه، فاي حد بقى ليه لحد خمسه نعتبره صغار مصدرين، وبالتالي بيتوجه للصندوق ياخد فلوسه بالكامل. ففي حاجات اتعملت برضو عشان نبقى مواطنين
للي حصل بعد فيروس كورونا. دول الـ5 مبادرات اللي ابتدوا معانا من اكتوبر 2019. هل دول في مستمرين بقى معانا في مبادرة 2021؟ جديدة، دول مستمرين معانا، وبنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا برضو نعمل مبادرات تانية تكون برضو يعني بتسهل على الشركات المصدرة الحالة الاقتصادية بتاعتهم او الحالة الشبكة يا فندم مع حضرتك هي مش مبادرة كويسة، ممكن حضرتك تطلعي في مكان فيه شبكة؟ كده. تمام. تمام، الو، اتفضلي يا فندم. في اللي هي مبادرة الفضل، ودي احنا اطلقناها في اول نوفمبر، وهي عبارة عن ان بنرجع الفلوس كاملة للشركات بشكل فوري، ولكن بمعدل خصم 15%. تمام. ومدخلين معانا القطاع المصرفي طبعا تحت رعاية البنك المركزي، علشان القطاع المصرفي هو اللي بيرجع للشركات المصدرة المستحقات دي، وزارة المالية بتقوم بعد كده بسداد هذا المبلغ على 3 سنوات. فبالطريقة دي نقدر ان احنا نرجع فلوس بشكل فوري للشركات من غير ما نحط ضغط عالي على الموازنة العامة. بنشكر حضرتك ودي دكتور نديم. المبادرة دي شغالة معانا لحد آخر الشهر اللي احنا فيه. تمام يا فندم، بنشكر حضرتك دكتور نديم منصور، مستشار نائب وزير المالية، شكرا جدا يا فندم. رجعنا لحضراتكم نتكلم عن حاجة برضو تخص كل مواطن، وهي ان احنا ازاي نعدي الفترة اللي جاية. يعني احنا النهاردة ما بيحصل النهاردة أزمة اقتصادية، المفروض ان احنا يعني نساعد بعض، نساعد بعض ان احنا على قد ما نقدر نحاول نبقى موفرين اقتصاديا شويه. يعني بلاش ان احنا نبقى في حاجات الاضافيه، بلاش الحمل الزياده على البيت. ان انا النهارده في ازمه كورونا، لازم اكون عامل حسابي الفتره اللي جايه ان انا مثلا لا قدر الله لو في اي ظروف استثنائيه حصلت والبلد قفلت، فانا النهارده المفروض كمواطن اعمل حسابي للايام اللي جايه. فبنتكلم النهارده عن الموضوع اللي جاي، وبنتكلم بنشوف ايه اللي جاي ايه اقتصاديا، وبنحافظ وبنروح. فاحنا كل الاخر يعني اخر كلام يقوله حضرتك ان انت يعني على قد ما تقدر حافظ، علشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه ما نرجعش نقول ان ما فيش حد حذرنا وما فيش حد قال لنا ما فيش ما فيش ما فيش. فحضرتك لا، انا بقول لحضرتك احنا في الاول ناخد الاجراءات الاحترازيه، وابدا بنفسك، ما تقولش هو انا اللي هفرق او انا اللي هعمل او انا او انا او انا. لا حضرتك كل ده بيفرق مع حضرتك. ان الموضوع تاني دلوقتي هو موضوع الـ3 ظرفات. 3 ظرفات عملوا انقلاب امبارح في مصر، وهي علشان الناس بدأت بتدور على حاجة تغير بيها الضغوط بتاعت الحياة وظروف كورونا والكلام دوت. فالنهارده احنا بنشوف 3 ظرفات جداد جايين حديقة الحيوان. هو الموضوع يكاد يكون هو الناس بتشوفه في حد بيتكلم والدنيا مقلوبة والصحف بتتكلم عن 3 ظرفات، وعن هي دي حاجة كانت قربت تنقرض من عندنا من حديقة الحيوان، يعني تكاد تكون مش موجودة. فدلوقتي هو ده حاجة كويسة للأطفال، بيروحوا هناك بيغيروا جو، بيشوفوا حاجات جديدة، بنتكلم عن حاجة موجودة عندنا بيغير بيها كل حاجة، وهي كائن كأن يخرجنا من اللي احنا فيه من ضغوط الحياة والظروف الاقتصادية والأزمة كورونا وانتشار الكورونا اللي احنا موجودين فيه وضغط الامتحانات اللي الطلبة فيه والظروف اللي البلد فيها. فاحنا النهاردة بنتنقل معاكم علشان حضراتكم تشوفوا النهاردة 3 ظرفات جداد موجودين في حديقة الحيوان. فالنهاردة ممكن حضرتك بعد اما نخلص من الأزمة اللي احنا فيها ان شاء الله، هتلاقي نفسك حضرتك ممكن تاخد أطفالك وتروح تفرجهم على الحاجة اللي هم المفروض كطفل بيشوفها، أو هو بيشوفها في صورة صغيرة كان بيلونها في حاجة. فدي بتنمي قدرات الأطفال وبتخليه يشوف الواقع، بدل ما احنا جايبين لطفل كتاب عمال يلون وبيعمل حاجات هو مش عارفها. فدلوقتي احنا بنشوف ظرفات بنوريه حاجة واقعية، بنشوف حياة جديدة، حياة غير حياة البشر. هو النهارده الزرافه معلومات عنها ان انا يعني دي حاجه جديده انا شخصيا لسه عارفها، ان الزرافه بتتجوز 2. فدي معلومات بنعرفها وبنعرفها لاطفالنا علشان يشوفوا ان في زي ما في حياه للبشر وحياه للانسان
في برضو حياة للحيوان، وهم قد ايه انواعهم ايه وايه هو اللي بيحصل، وفي معلومات عنها مختلفة. فبنتكلم النهاردة عن ثلاث زرافات، حاجة شكل مختلف. هم جم، احنا ثلاث زرافات جم من جنوب افريقيا ووصلوا امبارح ودخلوا وعملوا لهم مكان مخصص ليهم، والنهارده احنا بدأنا نعرف معلومات. يعني انا من امبارح بدأت الناس تطلع وتشوف هو ايه موضوع الزرافات، طب ايه الزرافات دي سلالتها ايه، هل هي ممكن تنقرض، هل لا، هل هي قليله، هل هي كتيره، لان احنا عندنا في مصر عدد الزرافات في مصر مش كتيره، فهي من الحاجات القليله في مصر بعكس حيوانات تانية كتير. احنا بنتكلم النهارده عن الاسود، عن النمر، عن اي حيوان تاني بنلاقي منه كميات كبيره. فعلشان كده دايما بنحب نتطلع لشكل الزرافه ايه، هي سبحان الله ربنا خلقها رقبتها طويله، هتلاقي طفلك دايما عمال يبدع في التفكير في الموضوع دوت. النهارده هي بتتاكل ايه، بتاكل ازاي، بتعيش ازاي، هي ايه. بدأنا نخرج من أجواء الضغوط النفسية ونخرج أطفالنا من جو الضغوط النفسية بتاعت كورونا والإجراءات الاحترازية، ولأ وانت دايما لازم تعقم إيدك ولازم تعمل. فخرجنا كلنا امبارح من ضغوط الحياة، وبدأ الأطفال يسألوا ان انا النهارده بيسال مامته، بيسال باباه، بيقول له يا الزرافه ايه. فبدا اولياء الامور نفسهم يتطلعوا ويشوفوا معلومات عن الحيوان اللي الاطفال كلهم ايه، ان هو يعني الزرافه دي ايه، ايه هي، احنا بنتكلم عنها ايه، هي حيوان بيعيش ازاي، بياكل ازاي، بيعمل ايه، كل ده احنا كنا بنتكلم عنه. هنخرج فاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم مره تانية. فرح يقرب خلاص ومش عارفة هعمل ايه في جسمي، نحيف وكمان شعري متقصف وبيقع بشكل غير طبيعي، ده غير بشرتي، مش عارفة اعمل ايه، ويا ترى ايه الحل؟ ما تقلقيش، الحل مع سارة ستور، لان منتجات بيكافي لزيادة الوزن والعكس وغيرها من الكريمات اللي بتساعد على نحت الجسم والتخلص من الكرش والجناب، مكونة من الأعشاب الطبيعية وبأجود الخامات. مش بس كده، والمنتجات الكاملة بالعناية بالبشرة والجسم وعلاج حب الشباب. ومفاجأة سارة ستور إن النتيجة هتشوفيها في أسرع وقت. وعندهم كمان كريم معالج الشعر اللي بيحافظ على العمق وبيمنع التساقط. اختار اللي يناسبك. كل منتجات سارة ستور موجودة على جروب الفيسبوك بتاعنا. مع سارة ستور هتبقي أجمل عروسة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وهنتنقل بقى مع حضراتكم هنتكلم عن أهم الأخبار صحب بكرة، ونشوف إيه هي الأخبار الموجودة عندنا، وإيه هي أهم العناوين وتقارير. النهاردة رئيس الوزراء كان موجود في اجتماع بتاع الصحفيين العرب، فاتكلم النهاردة وقال بعض الإجراءات وبعض الحاجات عن الإجراءات الاحترازية وعن الفترة اللي جاية وعن اضطراره بعد كده، ان احنا ممكن نضطر في مرحلة ان احنا نوصل ان احنا نعمل قفل كامل للبلد. ودي كانت اهم حاجة لفتت نظري، ان احنا النهاردة بنتكلم ده تنويه او تحذير، بنتكلم بشدة ان احنا خلاص، يعني احنا جماعة داخلين على قفل كامل. وبنتكلم عن كان تصريح وزير التربية والتعليم اللي قال فيه ان انا عملت وقف للحضور، يعني عادي ممكن اللي حابب او خايف على اطفاله ان هو ما يخليهمش يروح المدرسة، او الموضوع يبقى بالنسبة لهم اللي هو خلاص ان احنا نتكلم عادي ان احنا ممكن نيجي او ما نروحش. فنعرف اهم العناوين من دكتور محمد امير رئيس تحرير مجلة اكتوبر ودار المعارف، نعرف اهم العناوين. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كنا عايزين نعرف من حضرتك اهم عناوين الصحف والمجلات بكره. يعني اعتقد انه العنوان الرئيسي الخاص بالاجراءات الاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا
خصوصا ان احنا مع الموجة التانية، واللي بدأنا نشوف فيه ارتفاع بشكل كبير جدا في نسب الإصابة. واعتقد ان دي نقطة، يعني دي نقطة ممكن نتوقف عندها شوية، خصوصا انه في الفترة الأخيرة في البعض مننا يعني ابتعد بشكل كبير عن الإجراءات الاحترازية او اهمل بشكل كبير، ودي كانت نتيجتها ان احنا شفنا نسب الإصابة الكبيرة اللي بدأت يعني واضحة في بيانات الخاصة بوزارة الصحة. اعتقد كمان يمكن من دايما الحكومة في او الحكومة احنا شفنا الإجراءات في المرحلة الأولى، الإجراءات الاحترازية كان لها دور كبير جدا في مواجهة فيروس كورونا، ويمكن صدور قرار رئيس الوزراء الخاص بالتناوب في أماكن العمل كان الهدف منه تقليل نسب التواجد، ولكن مع الجزء ده التأكيد على أنه في إجراءات قانونية هيتم اتخاذها مع العاملين المتقاعسين عن استخدام الماسك والإجراءات الاحترازية. خصوصا ان احنا بنشوف النهارده العالم كله بدا يتحدث عن السلاله الجديده من فيروس كورونا ونسب الاصابه العاليه فيها مع ظهور الماسك، الا انه هذا الماسك مع السلاله الجديده ما زلنا مش عارفين بالظبط. نستغل وجود حضرتك، وكنا عايزين حضرتك تعرف او التعريف بتاع السلاله الجديده اللي الناس كلها بتتكلم عنها، اللي خلت النهارده دول اوروبا كتير قوي قفلت عن انجلترا، وخلت دلوقتي ان احنا بنتكلم عن غلق تام للمطارات. رجعنا تاني لنفس الإجراءات اللي حصلت في بداية فيروس كورونا اللي هو المرحلة الأولى بتاعته، أو اللي هي قلنا الجائحة الأولى. فالنهاردة بنتكلم عن السلالة الجديدة، فكنا عايزين نعرف تأثيرها على المصريين، اللي هو النهاردة بيقول لك إحنا موجود لقاح عندنا وإحنا مالناش دعوة بالسلالة الجديدة، وده أداء إن إحنا النهاردة الناس يعني في استهتار أو استهوان بالموضوع. يعني انا بشكر حضرتك، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في عندنا مشكله كبيره جدا. اولا احنا الحديث عن السلاله الجديده في مصر ده مازال سابق لاوانه، لسبب لانه السلاله الجديده معناها انه يبقى الفيروس توطن، ويمكن سبب ظهور السلاله الجديده اللي اعلنت عنها بريطانيا من الفيروس، لان الفيروس اعتقد توطن بشكل كبير جدا وخد جين مختلف وتحور في دول اوروبا، وده سبب الاعلان اللي اعلنته بريطانيا. ولكن خليني اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا، ان احنا حتى اللحظه الحاليه مع وجود مصل جديد ومع وجود لقاح اعلنت عنه اكثر من دوله، سواء كانت الولايات المتحده الامريكيه او الصين الا او روسيا حتى، الا ان المصل اللي موجود او اللقاح اللي موجود مع التطور اللي حاصل مع الفيروس او التحور الخاص بالفيروس ما زلنا مش عارفين النتائج بتاعته هتبقى ايجابيه ولا لا. النتائج بتاعه المصل اللي موجود دي جابت نتائج ايجابيه مع الجيل الاول من الفيروس، اللي البعض ما يعرفوش او الحقيقه العلميه اللي البعض ما يعرفهاش ان الفيروسات بعد فتره معينه بتتحور وبتاخد صفات جديده. الصفات الجديده دي ممكن يكون المصل اللي تم انتاجه ليه تاثير عليها، او ممكن يكون العكس تماما، يكون التأثير ضعيف جدا. ولكن خلينا اقول لحضرتك، ودي يعني مناسبة لينا كلنا لكل المصريين، العلاج الوحيد الفعال في مواجهة فيروس كورونا هو الالتزام بالاجراءات الاحترازية. العالم بعد ما كان بيتحدث عن انه الوصول الى مصل ولقاح في مواجهة فيروس كورونا هيكون بداية لتنفس الاقتصاد العالمي مرة اخرى الصعداء، خصوصا مع الانهيار التام اللي حصل في خلال الثمان او تسع شهور اللي فاتوا، اعتقد احنا بنعود مره اخرى لكارثه اقتصاديه احنا نجينا منها في الفتره اللي فاتت. ولكن باتمنى من الجميع، يعني من خلال حضرتك، من خلال الـ يعني كافه وسائل الاعلام، احنا قدام تحدي في منتهى الخطوره، خصوصا ان الفيروس الجديد او الجيل الجديد من فيروس كورونا او السلالة الجديدة من فيروس كورونا اللي موجودة نسب الوفاة فيها عالية جدا، نسب الانتقال أو حجم الانتقال بالنسبة لها أسرع. المشكلة الأكبر إن هي بتصيب الجهاز الهضمي كمان مع الجهاز التنفسي حسب المعلومات المتاحة لينا، ولكن المعلومات دي ما زالت برضو غير مؤكدة لأن منظمة الصحة العالمية ما أكدتهاش. ولكن بعض الدول اللي عندها إصابات في السلالة الثانية اللي هي زي بريطانيا بتقول إن هي بتصيب الجهاز الهضمي،
ودي نقطه في منتهى الخطوره. عشان كده بنقول ان الاجراءات الاحترازيه بسيطه جدا، مجرد ان حضرتك تلبس الماسك، مجرد ان حضرتك تعمل تباعد اجتماعي. التباعد الاجتماعي في الفتره دي مهم جدا، خصوصا ان احنا مع بروده الجو ووجود نسب رطوبه والفيروسات فيها منتشره، وكمان عندنا فيروس الانفلونزا الموسميه، فلازم نبقى حذرين. الحذر اعتقد هو افضل طريق لمواجهه هذا الفيروس خلال الفتره الحاليه. توقعات حضرتك اللي جايه، هل لو استمر، لو استمرينا على نفس النمط ده، هل هتلجا الحكومه لغلق تام ونرجع لايام الحظر تاني لو الناس استمرت بالوضع ده؟ يعني اعتقد انه احنا ممكن نوصل لاجراءات احترازيه اشد من الاجراءات اللي عملته الحكومه، وهو الخاص بتخفيف العماله. انما انا اتوقع انه اذا فضلنا في حاله اللامبالاه لدى البعض مننا، خليني اكون يعني صريح مع حضرتك، لدى البعض مننا حاله اللامبالاه دي قد تستوجب على الحكومه بتقليل فتره الفتح اللي هي الخاصه بالمحلات وغيرها، وتقليل فتره الدوام، وفي نفس الوقت ايضا هيبقى عندنا مشكله اكبر، وهي ان احنا نبدا نتجه ناحيه الغلق، ولكن ليس الغلق التام، لان اعتقد ان احنا مع موضوع ان احنا نتجه للغلق التام ده هيبقى صعب جدا، يعني هيبقى صعب، لان انت كده بتؤثر على الاقتصاد بشكل كبير جدا. خليني اقول لحضرتك ان احنا يمكن جزء كبير من ان خلى الاقتصاد المصري يقدر يواجه الازمه ان احنا حافظنا بشكل كبير، عملنا اجراءات استباقيه القوات المسلحه ساهمت فيها في عملية التطهير للميادين وأماكن التزاحم والأماكن اللي كان متوقع أنه يبقى فيها نسب إصابات. الإجراءات الاحترازية المسبقة اللي قامت بها الدولة في المواجهة أعتقد هي اللي كان ليها دور كبير جدا أن احنا قدرنا نصمد في أنظمة صحية كبيرة جدا ما قدرتش تصمد. احنا لحد دلوقتي يمكن وزارة الصحة بدأت تاخد إجراءات أن هي تدخل عدد كبير من المستشفيات للعزل، ودي دلاله برضو بتورينا قد ايه ان نسب الاصابه دي بتخلينا نتجه اتجاه اعتقد غير محمود اذا استمرينا فيه. كمان في نقطه مهمه جدا لازم كل واحد فينا ياخد باله منها، انه التعليم الهجين اللي احنا استخدمناه في الفتره اللي فاتت علشان نعدي المرحله ونقدر نعبر الجائحه اللي واجهت العالم كله، واللي يمكن كان سبب من اسباب اشاده العالم بنظام التعليم في مصر في الفتره اللي فاتت ومواجهته للجائحه، ولكن احنا النهارده قدام تحدي حقيقي، تحدي معتمد على وعي الناس، تحدي معتمد على انه كل واحد فينا لازم يقوم بدوره. دورنا كلنا اعتقد مش امر صعب، انما دور كل واحد فينا ان هو يلتزم بالاجراءات ليس اكثر، والالتزام بالاجراءات هو اللي هيخرجنا من الجائحه دي والازمه الكبيره دي. بنشكر حضرتك دكتور محمد امين، رئيس تحرير مجله اكتوبر ودار المعارف، شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. هننتقل مع حضراتكم الى اهم العناوين واهم الاخبار الموجوده معانا مع زميلتي اسراء. بنشكر حضراتكم واستنوني في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرح يقرب خلاص ومش عارفه هعمل ايه في جسمي، نحيف وكمان شعري متقصف وبيقع بشكل غير طبيعي، ده غير بشرتي مش عارفه اعمل ايه، ويا ترى ايه الحل؟ ما تقلقيش، الحل مع سارة ستور، لان منتجات بيكافي لزياره الوزن والعكس وغيرها من الكريمات اللي بتساعد على نحت الجسم والتخلص من الكرش والجناب، مكونه من الاعشاب الطبيعيه وباجود الخامات. مش بس كده، والمنتجات الكامله بالعنايه بالبشره والجسم وعلاج حب الشباب. ومفاجاه سارة ستور ان النتيجه هتشوفيها في اسرع وقت، وعندهم كمان كريم معالج الشعر اللي بيحافظ على نعومته وبيمنع التساقط. اختار اللي يناسبك. كل منتجات سارة ستور موجودة على جروب الفيسبوك بتاعنا. مع سارة ستور هتبقي أجمل عروسة. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفقرة إخبارية جديدة. هنتكلم النهاردة عن موضوع يهم كل المصريين، وهو موضوع فيروس كورونا. أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد بكامل طاقته لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد. من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والعمال بجامعة القاهرة اعتبارا من اليوم، وذلك إلى جانب مستشفى البطنة المخصصة أيضا بالكامل للعزل.
وبتكملة حديثنا عن فيروس كورونا والموجة الثانية منه، أكد الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام لنقابة الأطباء أن هناك نوعين من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، هما الصيني والأمريكي، موضحا أن الصيني لقاح مصنوع بالطريقة التقليدية التي اعتاد عليها العالم لكافة الأمراض، ويحتوي على فيروس ضعيف جدا أو ميت، وبالتالي ليس لديه القدرة على التكاثر داخل جسم الإنسان، لكنه يحفز مناعة الجسم للتعامل مع الفيروس وإنتاج أجسام مضادة، وبالتالي هو لا غبار عليه وآمن. وأضاف عبد الحي في تصريحات صحفية أن اللقاح الأمريكي يعمل على الحمض النووي لخلايا الإنسان للتعامل مع الفيروس، وهذه الطريقة في صناعة اللقاحات لم تكن موجودة من قبل، وكافة الدراسات التي تم إجراؤها حول هذه الطرق كانت قليلة جدا وتمت في فترات صغيرة، لذا هناك درجة من القلق لدى بعض العلماء حيال التدخل في الحمض النووي لجسم الإنسان، وهم لديهم الحق نسبيا. وفي تقديري أن اللقاح الصيني الذي جاء إلى مصر تقليدي، وبالتالي أجد أنه لا يوجد به أي خطورة، بل سنأخذه ولابد أن يتم منحه للفرق الطبية المتعاملة مع مرضى فيروس كورونا لحمايتهم منه، خاصة مستشفيات العزل والفرز، ثم باقي أعضاء الفريق الطبي، وليهم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، ثم باقي المواطنين. وبالانتقال إلى الأخبار الرياضية، لدينا الخبر التالي. كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن لاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، أنه له ما يقرب من 1,000,000 يورو متأخرات لدى النادي الأبيض في الفترات الماضية، ورغم عدم حصوله على مستحقاته طوال الأشهر الماضية، إلا أنه رفض شكوى النادي الأبيض. وبعدما قام الجناح المغربي أشرف ابن شرقي لاعب الفريق بشكوى النادي وتسوية مستحقاته، تابع المصدر ذاته أن فرجاني ساسي ينتظر في الوقت الحالي تحرك إدارة الزمالك لتسوية مستحقاته المتأخرة، إلى جانب إنهاء ملف تجديد عقده، خاصة أنه يحق له التوقيع لأي نادي بشكل حر في شهر يناير المقبل لنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، حيث يرفض اللاعب في الوقت الحالي شكوى نادي الزمالك وينتظر إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة بشكل ودي. وفي نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين، نتمنى من الله أن يرفع عننا البلاء والوباء، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وفقرة إخبارية جديدة إن شاء الله.